مثل ما شفنا تقنيه الموشن كابتشر، التقنيه الحديثه بتحريك الشخصيات ثلاثيه الابعاد، شلون تصير، شنو السر مالها، شنو وضعيتها، وشنو ضفت بهالموضوع من جديد. هاي التقنيه الموشن كابتشر ترجمتها بالعربي يعني التقاط الحركه، يعني التقاط حركه الانسان او الكائنات الحيه الاخرى ونقل زوايا المفاصل وحركتها بشكل مباشر، وخذنا بصيغه ملف انيميشن، ملف تحريك يعرفوه جماعه تصميم ثلاثي الابعاد اللي راح يحرك لنا الشخصيه ثلاثيه الابعاد بالفيرتشوال رياليتي الواقع الافتراضي. هاي امثله جبناها وصور من النت لكنه توضح المقصد. مثل ما قلنا شخص يرتدي بدله موشن كابتشر تتحول الى داتا تستخلص من هاي البدله اللي هي جهاز الكتروني وبرمجي، بعدين تدخل على ما يسمى بعالم الثري دي يسمونه البونز اي العظام اللي راح يكون هو اساس تحريك الشخصيات ثلاثيه الابعاد اللي هي الشخصيات الخرافيه او الشخصيات باللقطات الخطره وغيرها. مثل ما شفنا مثل هذا الفيلم الحديث سنه 2011 فيلم الافاتار كله اعتمد على هاي التقنيه. هاي التقنيه عاده تنقسم الى ثلاث اصناف. الصنف الاول يسمونه الاوبتيكال موشن كابتشر اي التقاط الحركه البصري اللي يتكون من مصادر اناره ليدز يعني ديودات ضوئيه على الجسم البدله ككل، اضافه الى استخدام استوديو مكون عاده من 50 كاميرا يلتقط هاي الاماكن هاي النقاط وتدخل على عقل الكتروني يعيد قراءه واعاده احداثيات هاي النقاط الى ان يخرج لنا ملف الانيميشن. مثل ما جاي نلاحظ هنا فريق العمل جاي يشتغل بالطريقه هاي. الطريقه الثانيه او الصنف الاخر من الموشن كابتشر يسمونه الانيرشيال موشن كابتشر. انيرشيال يعني يعتمد على تقنيه الجيروسكوب الافق الصناعي المستخدم بالسمارت بومب والطائرات الحديثه وغيرها، اللي هو عباره عن جهاز الكتروني يتحسس موضعه بالنسبه للفراغ. هاي صورتين للموضوع سلايدات. الصنف الثالث يسمونه الميكانيكال موشن كابتشر او الاكسوسكيليتون الهيكل الخارجي، اللي هو تجربتي بالموضوع صارت من هذا الصنف بعد ان اضفت له تطوير اخر، اللي هو هذا الصنف اللي يكون عباره عن هيكل خارجي يحيط بالجسم، حركه المفاصل راح تتاثر او تاثر بزوايا مفاصل هذا الجسم مثل ما نشوف هذا النموذج البدله. هاي المفاصل بعدين راح يتم قراءتها من قبل عقل الكتروني ويدخل على السوفت وير ماله البرنامج اللي راح يستخلص لنا ملف الانيميشن. هاي العمليه يسمونها يعني بوست برودكشن، يعني لازم المؤدي البرفورمر يؤدي الحركه ويكملها وبعدين تنخزن بصيغه ملف وتدخل على سوفت وير، لازم يتعلم سوفت وير خاص يعني، فراح يصير للتيم مال انتاج مال الموشن كابتشر الشخص المشغل ماله والبرفورمر هذا كله راح يصير بوست برودكشن يعني ما بعد الانتاج، بالنتيجه راح يصير عندنا ملف مسجل ريكورد يدخل على برامج ثلاثيه الابعاد. مثل ما جاي نشوف هذا نموذج من السوفت وير المستخدم، هذا ايضا نموذج، يعني اللي يريد يشتغل تقنيه الموشن كابتشر راح يضطر يتعلم هاي البرامج. شنو الجديد بالموضوع اللي سويته بهالخصوص؟ انا جاي اشتغل على بروجكت موشن كابتشر من نوع الميكانيكال او الاكسوسكيليتون يشبه هاي الانظمه لكن يختلف عنها بعده نقاط. النقطه الاولى انه يكون يعمل على برامج تصميم ثلاثي الابعاد بشكل مباشر دون الحاجه الى استخدام سوفت وير خاص بي او اني بروجرامينج، ما احتاج اي سوفت وير او برنامج او برمجه او اتعلم نيو سوفت وير مثل هاي البرامج اللي شفناها. شلون صار هذا الشيء؟ معظم البرامج الثلاثيه الابعاد ممكن ادخال لها قابليه تحريك من الواقع العادي الواقع الافتراضي من خلال عده اجهزه اللي هي مثلا ماوس، الكيبورد، الجويستيك، واكو صنف نادر او قليل الاستخدام اللي هو الميدي اللي هو ميوزيكال انسترومنت ديجيتال انترفيس. مثل من؟ مثل الاورج او المكسر الصوتي. هاي اجهزه صوتيه لكن تنطي ايعاز يسمونه الميدي. شنو هو الميدي؟ شنو موضوعه او علاقته بالانيميشن؟ الميدي هو ايعاز صوتي لكنه مو صوت، اشاره الكترونيه. هاي الاشاره الالكترونيه شبيهه جدا بشغله كل احنا نعرفها وكل احنا مستخدميه اللي هو الجويستيك مال سوني بلاي ستيشن. نفس العمليه نفس الطريقه لكنه هذا الايعاز ممكن استقباله بدون اي برنامج اخر الى ال 3 دي باكجز اللي هي 3 دي ماكس، المايا وغيرها كثير من برامج السوفت وير. مثل ما راح نشوف هسه. هاي تجربه استخدموا بها مكسر صوتي حتى يحركون شخصيه ثلاثيه الابعاد. هي بالحقيقه هذا سيدان شده على برنامج او نربطه على برنامج
موسيقي راح يعطينا موسيقى رقمية نغمات، لكن بالحقيقة هاي النغمات أو إعازات النغمة هي نفسها يستقبلها برنامج 3D Max أو برنامج المايا وغيره من 3D Buckets، وممكن أنه يكون ننظمه بطريقة أنه يتحكم بالأنيميشن مثل ما شفنا هسه. هنا أنا أجت الفكرة عندي أنه إذا نقلت المقاومات المتغيرة المتكونة من عدة الأجهزة الصوتية ووزعتها على مفاصل الجسم وسويت إكسوسكيلتون أو ميكانيكال موشن كابتشر سوت، شنو راح يصير؟ راح يصير عندنا شغلة موشن كابتشر بدلة، لكن راح تختلف بعدة نقاط. التراديشنال موكاب يعني الموشن كابتشر العادي حاليا مستخدم هسه حتى بهوليوود والسينمات وصناعة السينما الثريد الانيميشن، تتكون من شنو؟ تتكون من هاي الورك فلو، جريان العمل. شخص يرتدي الموشن كابتشر سوت، يحتاج سوفت وير تتفاعل وياه، راح يتولد عندنا ملف الموكاب فايل اللي هو مثلا باي فيرتشوال هيراركي وجماعته البي في اتش. هذا ممكن انه بعدين نستورده ببرامج الانيميشن حتى ينطينا حركه، فراح تجي لنا الحركه جامده، راح تجي الحركه مسجله، التعديل عليها يرجع لنا بشنو؟ خطوه اخرى لوراء، راح نرجع نحركها بشكل يدوي او ما يسمى بالداتا كلين اب، ننظف البيانات من جديد. التقنيه اللي حكيت عنها انا اللي طورتها بالموضوع انه لا نستخدم اي ميدي سينثسايزر، يعني كانما قلب الاورج او مكسر الصوت او غيره، ونخليه يقرا مفاصل البدله اللي هي عباره عن شلون نقول اكسوسكيلتون، مفاصل خارجيه مقاومه متغيره، راح تدخل بشكل مباشر وبالريال تايم بالزمن الحي داخل برنامج الماكس. هنا أنا مصمم ال 3D ما راح يحتاج انه شخص بالفريق يشغل البدله او انه يتعلم برنامج البدله او انه يتعلم تقنيه جديده، لا راس نفس البرنامج اللي يشتغل به، البيئه المتعرف عليها المتالف وياها اللي ممكن يكون بها مبدع جدا، راح تكون مباشره وكانما راح ياخذ شوتينج، كانما جاي يصور تصوير البيرفورمر بشكل مباشر. فراسا الموكاب سوت، الميدي سينثسايزر، الحاسبه اللي تحتوي على برنامج الماكس او الماي او اي واحد يدعم تقنيه الميدي بالريال تايم. هسه نروح على لايف ديمونستريشن. هنا أنا مثلا صديقي حيدر برنامج مستخدم البرنامج 3 دي ماكس من فتره طويله. هذا دخل لايف، هذا النموذج الاولي اللي اشتغلته حاليا فقط كف من البدله. هاي مثل ما تلاحظون مقامات متغيره مربوطه بشكل شويه بشع لين بروتوتايب نموذج اولي، مربوطه بالميدي سينثسايزر اللي هو اي كارت يكون قلب للاجهزه الصوتيه مثل مكسر الصوت او الاورج وغيره، مربوط عن طريق وصله اليو اس بي المعروفه الى برنامج 3 دي ماكس مثلا. هذا عندنا هنا ملف معد مسبقا الكف 3 دي، هذا عباره عن البونز اللي هي العظام او الاجسام البسيطه اللي راح تتحكم بالمشي النهائي او المجسم النهائي اللي نشتغله. ناخذ تيست حيدر. اوكي هسه مثل ما جاي نلاحظ جاي تستجيب لايف بشكل مباشر واقدر اتحكم بها واسجل حركه بدون سوفت وير وبرمجه وشغله اخرى واضافيه وهاي. راسا انا دخلت هسه نشوف السكيننج الاخرى الهيومن. مثلا احنا نريد نطلع شكل بشري، نريد نشتغل على كاركتر شكل بشري، هذاك فقط كان البونز. هذا التيست، هاي هسه سكين شكل بشري، هاي قابله للرندر، معناها الانتاج بصيغه فيلم او انيميشن، ممكن نستخدمها بصيغه تجاريه او صيغه الفيلم. عندنا نموذج اخر مثلا الالين هاند، مثلا ايد مال كائن خرافي او فضائي او شغله من القبيل. جاي تلاحظون مستخدم الماكس ما جاي يواجه صعوبه بالموضوع، جاي يقدر يشتغل به ومتالف ويا السيستم. طيب تيست ونفس العمليه. الرد نموذج ثالث مثلا ناخذ.
كذلك نفس العملية. هذا التيدكس رايد جاي تلاحظون المرونة والسهولة، وبنستخدم البرامج الثلاثية الأبعاد مثل 3D Max أو المايا بدون أي تعلم مادة إضافية أو بوست برودكشن، يعني ياخذ الانيميشن ويلقى بيه غلط مثلا تفاعله ويا الاجسام او المحيط ويعيد العمليه. لا، هنا يقدر يشيك الموضوع ويفحصه بشكل تام ومضبوط ويسجل او يعيد العمليه بشكل كلش بسيط. فاختصرنا سلسله وسويناها ريال تايم، واشكركم جدا.